السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم اخوان. حنا خدينا البياس هنايا وغادي نديرو واحد التيست ديال الكوفر ا ديسطونس كما كتشوفوا. المهم خدينا البياس باش نتاكدوا منه راه خدام بلا ما نضربوا تمارة. حنا دوزنا الانستالاسيون ديالنا غير عشوائيا، من بعد غادي نعاونوا ان شاء الله انستاليو داكشي كلشي بلاصتو وداكشي دقه دقه باش ان شاء الله يتحل لينا الكوفر ا ديسطونس. هنا الاخوان غناخذ هاد الرولي 79 ولا اللي كانت، المهم تكون فيها غير هاد الشيمة هادي راه خدامة. وسير بالموطور راه واحد ماس واحد غيدوز ليه من الموديل. لكن ما كتشوفوا الاخوان حنا راسلين سير بالموطور، هذا هو اللي ركبنا دابا. هذا راه كان ديال الكوفر معروف، دابا هو تنسقط بلاصه ان شاء الله باش ندير الانستالاسيون. هنا الاخوان من بعد ما درنا التيست ديالنا غادي نحاولوا ان شاء الله نركبوا الشيء، غادي نحتاجوا خيط واحد هو اللي غادي نديو الكوفر غير واحد، الاخر ديال السيرفو موتور غادي ناخذ ليه الماس ديالو، وهذا الرولي هذه غادي انستاليوه هنايا. والخيط ديال الموديل الكونفور هو هذا اللي متبع الشين، راني ديجا خليت هذا الخيط، قلت لهم من بعد ندير لكم عليه فيديو. دابا ان شاء الله نحاول انستاليو هادشي. نقبل من مونطيو هادشي كما كتشوفوا واقف المسدود الاخوان. الا كون كان عندنا داك الموتور الاخر ديال الريزرفوار غنديرو خدمه اخرى. حنا خدينا دابا موتور ماشي بحال ديال الريزرفوار، نبدل هذه الريزرفوار، خدمنا بهذا الموتور هذا اوريجين ديال الجولف كات. دابا غادي نحاول ان شاء الله نانستاليو ديك الخيط، نحاول الاخوان نحيدو هادي باش ندوزو الخيط ان شاء الله من هنا. الطريقه ديال التحييد ديال هاد البياسات هادو عندهم واحد النويف هنا، يد وحده ما كت هذا كتحاول تجرب بحال هكا كما كتشوفوا، تفرقوا على هذيك البياس حتى تحيد لي هذا اللاكس هذا صافي، وراه كيجبد معاك وكسال ها هو طار لينا كاع هنا كما كتشوفوا. ها هو تحيد. دابا الخيط ديالنا دوزناه مع لانستالاسيون دوريجين، هبطناه من هنايا ودوزتو. عندك لو شوا، يا اما دوزو من هنا من الفوق، انا دوزتو من هنا من الفوق ومشى وهود من تحت، يا اما تهودو هنا من تحت، المهم البلاصه اللي بغيتي انت اللي جاتك ساهل. المهم انا غادي انستال هنا واحد هو في الماس هنايا، و سميتو البليز غادي نجيبو لينا هنا، غادي باش نمشيو انستاليو ديك الرولي ونرجعو هاد اللعيبات كيما شرحت لكم. دوك اللعيبات راه فيهم واحد الفران باش كيرجعو، نرجعو هادشي وتقعدنا الخدمه قدام ان شاء الله. هنا الاخوان قبل ما انستاليو غنحتاجو واحد الفيزيبل ديال 10 امبير اللي غادي ندوزو ليه 12 فولت ديريكت، نديرو لا كان شي حاجه ولا شنو هو كيتحرق هو تعاود تبدلو كما كتشوفوا الاخوان. مع هذا الحجر الصحي ومع هذا الكورونا والشي راه ما لقيناش البياس، هذه الرولي اللي زدنا ما لقيتش داك الفيش باش نحطها ان شاء الله. غادي ندبر على الفيش وغادي نحطها مع هاد الروليات هنا، غادي نزل الكابلاج ديال كلشي هادي اللي زدت. كيما كتشوفو كيتحل الموتور. المهم الاخوان هنا راه دوزنا كلشي، خاصني لنا غير هاد البيرانات عندي عياني غادي نبدلهم ونزيد واحد الرسولات هنايا باش تولي غير تولي كطلع كيما كتشوفو انت هنا قبل حل. بالنسبه لهذا المويطير هذا راه شاد هذا الفيس عدو غير جد الكوليه من فوق وصافي باش يبقى شاد مزيان. الخدمه ديالو كما كتشوف هنا غادي يفتح كما كتشوفوا هنا الاخوان، عندي دوك البيرانات شويه ناقصين خصني نعاود نبدلهم ممكن تحل. بالنسبه لهاد البيرانات الاخوان دبروا شي حاجه تكون مزيانه، هذا راه عندي انا عيان خاص شي حاجه تكون مزيانه بحال ديال التوران ولا شي لعيبه، و
وهذا ديال الدبروع ديال الفونت راه كيخدم 2014 2013 في واحد الرسول هنا هو اللي كيقعد كاين اللي كيدير واحد الرسول عاوتاني هنا هو باش كتعاون المعرف اللي كتبغي تطلع. المهم راه لانستالاسيو بارطاجت معكم بالنسبه للبيرانات غتاخذ شي حاجه اللي جديده باش غادي تتورك عليها وتطلع الكوفر بوحدو. المهم الاخوان نعاود نذكركم بهذا الشيء هذه. المهم اللي عنده موديل كونفور دوريجين راه كيحتاج هذا الرولي هذه باش ما يتحركش لك الموتور يكون داكشي مزيان. اما اللي عنده الموديل كونفور ديال الشينوا غادي يحتاج غير خيط واحد يقلب على ديال الكوفر وغادي يدير لور ما يحتاجش هذا الشيء ما كامله. المهم هذا الدوريجين. يلا الاخوان تبارك الله عليكم نتمنى من الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويفيد الاخوان اللي بغى يديروا الكوفر ا ديستونس.